السلام عليكم ورحمة الله الأخوات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة كيف ما تعودتوا معايا، دائما الجديد والمفيد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بعض المشتريات، واخا هي قليلة ولكن عجباني، ونشارك معكم الأثمنة ديالها وحتى الجولة خفيفة هكا في المحل اللي خديت منه، اللي اكتشفته صراحة كتب لي الله سبحانه وتعالى أنني ندوز من ذاك الشارع. بالنسبة للناس اللي عايشين في كازا، دست من ذاك الشارع في البرنوسي اللي قريب الطريق، قريب للنيابة. اكتشفت الاكتضاض ما شاء الله، وجاني الفضول دخلت باش نشوف شنو كاين. لقيت بأنه كاين سولد، واكتشفت بان الناس جايه من مدن مختلفه، من المحمديه، من جديده، من احياء بعيده هنا في كازا، دي بلاصات حتى لعندهم، بحكم ان اصحاب المحل كيديروا دي لايف وبث مباشر، كيديروا هكا لايفات في باج ديالهم فيسبوك. صراحه ما عارفاش باج ديالهم فيسبوك، ولكن هادشي اللي سمعت بانهم كيبارطاجيو مع الناس المنتوجات والاثمنه ديالها والسولد، على هاد الاساس كيجيو عندهم الناس. فدخلت وتقضيت هاد الحويجات هادو اللي غنشاركهم معكم، نشارك الاثمنه. هي على في الاصل كنت غادا انا المرجان باش ناخذ عجانه وفران ديال الطو، ساعه ما خديتهمش، ما كتبش الله، وغادي بارطاجي معكم حتى الجوله في مرجان ونقول لكم علاش ما خديتهمش. ومن بعد ما خرجت من مرجان مشيت لكراج علال، هادشي كله البنات غادي بارطاجي معكم كاع هاد المعلومات اللي اكتشفت واللي بحثت عليها، واللي متاكده 100% النساء في البيوت ديالها اللي كتشقى في دارها بيديها، ويعني كتبغي الحوايج اللي كتسهل عليها، غادي ينفعوها هاد المعلومات. وان شاء الله كيف غادي نشري، راني غادي بارطاجي معكم هاد الفيديوهات. ان شاء الله يكفي انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، لانه والله العظيم البنات الا بتمارس وبصعوبه باش كنقدر نصور هاد الفيديوهات، وباش كنقدر نجمع لكم عدد اكبر من المعلومات اللي تفيدكم. وممكن انني كنحط دي فيديو اللي يعني يخليكم انكم تشوفوا غير داك الفيديو وتستافدوا منه، يعني استفاده كامله. المهم نتمنى الدعم ديالكم، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. بالنسبه المنتوجات اللي خديت هذا المقالي ديال البغرير، وحنا النساء المغربيات الطبالي ديال الضياف والعيد ومناسباتنا ما تيخطاهمش البغرير، والبغرير ما تيصدقش لاي وحده وما تيصدقش في اي مقله، وانا منهم. يعني صراحه خديت مقله ومقله ومقله، ما نعاودش لكم شحال من مقله وما كيصدقش ليا بغرير فيهم. وحده راه خديتها غاليه وما صدقش ليا فيها بغرير، وكنت خديت شحال هذا بحال هاد الديكور هذا. مهم ما عقلتش لا مارك اللي خديت وصدق ليا فيها بغرير، فملي لقيتها ما ترددتش خديتهم بسرعه، سورتو انهم دايرين فيهم جوج الاحجام، كتاخدي جوج الاحجام ب 60 درهم، هاد الحجم 18 سنتيم، انت ولا مارك تيتانيك غنيه عن التعريف، ها هي 18 سنتيم، وهنا 22 سنتيم، ها هي 22 سنتيم. نحاول نقرب لكم بالنسبه للناس اللي كتبغي تعرف معلومات. المهم هنا كاتبين بانها اينوكس الومنيوم، اينوكس انتي اديزيف. المهم هادشي اللي كاتبين بالنسبه للمعلومات ديالها. يكفي انكم ما تخليوهاش تسخن بزاف وهي خاويه، يعني اون فوا تسخن يعني دقيقة كافي، ما تخليوهاش يعني توصل ديك 3 دقائق وهي كتسخن، لان يعني هاد الماتيغ غادي ما كتبغيش هكا السخونيه بزاف تطلق في المواد اللي فيها، وكما كتعرفوا راه ماشي صحي واخا هكاك. المهم بالنسبه للثمن ديال دوك الجوجات كيف ما قلت لكم 60 درهم، كتاخديهم بجوج وحده معلقينهم وحده حدا وحده، كتاخدي وحده من هنا وحده من هنا ب 60 درهم. هادو اللي حمقوني البنات، وغنجرب حقا، غنجرب بغرير في دوك المقيلات، وغادي نبارطاجي معكم البغرير كيفاش غيصدق. هنا البنات هاد الدراس اللي حمقوني، الديزاين ديالهم غزال. وبالنسبه لصحاب المحل سولناهم واش كيطرطقوا بالسخونيه، قال لك لا، هما واكلين فيهم الكسكسو ما طرطقوا لهم ما والو. انا قلت هذا غنخليه للسفه بريستيج، هكا الضياف هكا اللي كيكونوا قلال، اولا للديسير، واخا انا واخده واحد ديال الديسير صراحه وندمت لي ما زدتش واحد اخر، ولكن ما كنتش عواله، كنت زعما بغيت نخلي الفلوس للعجانه، ساعه ما لقيتش. بالنسبه لهذا كله مغلف هنا بزاج، ها انتما، ومن هنا في هاد لي تروك هادو، في هاد الماتيغ غادي ما عرفتش شنو هي، ومحفر كتحسي بها هكا محفر، شفتو؟ و يعني اللون ديالو خطير،
وكاين البرونز، كاين لارجونتي، يعني نتوما اللون اللي بغيتو انا غنبارطاجي معكم الجوله. وكاين هنا واحد المستطيل داخل فيه معلومات، المعلومات اللي فيه هي انه ما يتغسلش في لافيسيل، يتغسل باليد فقط، وما يدارش في الفوغ في الفران، وما يدارش في الميكرو اوند، والماركه ديال تركيا والفابريكاسيون ديال تركيا، يعني 100% ديال تركيا. المهم هذا كاين هذا الشكل هذا ب 50 درهم البنات، هاد الصغار ب 50 درهم، ماشي صغار صغار، المهم ما عرفتش القياس، ولكن ال 45 ما خديتهاش، هي اللي كبر من هذا دايره 70 درهم، وال 50 دايره 60 درهم. وبالنسبه لهذا اللي حمقني حتى هو، كنت محتاجه صراحه شي واحد ديال الديسير، هانتوما البنات غزال حمقني حتى هو 50 درهم. وعطوني رايكم كيفاش جاوكم هاد. المهم بالنسبه لي انا غندير فيهم غير البارد، ما غنحاول ما نديرش فيهم السخون لانهم غيبقاو فيه الا طرطقوا لي ولا شي حاجه. المهم هانتوما شوفوا هاد الديزاين ديال لاملور واللون، انا فضلت هاد الذهبي هذا، ما بغيتش ناخذ البرونز ولا لارجونتي، واخا كلهم صراحه زوينين. المهم هادو ب 50 درهم. ودابا غادي نخليكم البنات مع الجوله اللي درت في هذا المحل هذا وفي مرجان، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تستافدوا من هذا الفيديو ويعجبكم. وطبيعه الحال ما تنسونيش ملي لايك ديالكم والاشتراكات وتفعيل الجرس، ودعموني باش نزيد نحط لكم المزيد والمزيد من المعلومات، والله يوفق الجميع وفرجه ممتعه. وهذا هو المحل، اول حاجه بديت بها هي هاد العشوار، لان اغلبيه ديال التعليقات اللي كيجوني في الفيديو ديالي ديال العشوار هي اش من ماركه ناخذ الاثمنه. بالنسبه لهاد الثمن ديال هاد العشوار كنظن 180 درهم، ما واصلش 200 درهم، ما عقلتش واش 160 ولا 180، وغالبا 180 درهم. المهم ثمن مناسب، وصورت لكم بلي ديطاي، هانتوما غتشوفوا معايا هاد التريك هادي، ما عرفتش علاش كتصلح. واللي عجبني فيها هي ان هذا الراس ديالها زوين، الواط ديالها فيها 1000 واط، هذا فيها بزاف ديال المواس، كيصلحوا بزاف د الحوايج كما كتشوفوا هنايا. حاولوا تاكدوا من هذيك الكرتونه اللي غتاخذوا واش فيها هادشي كله، وياكم البنات ديروا بحالي انا، خديتها ناقصه شي شويه، فيها شي حويجات ناقصين، ما عرفتش واش هكا كتباع ولا المحل اللي نقصهم. المهم حاولوا تاكدوا بلي هذوك الشيء اللي في اللومبالاج كله عندكم لداخل، قلبوها وتاكدوا منها. المهم هانت فيها 2 لتر 1000 واط، المهم وتاكدوا خذوا معكم عيار باش مشيو تقلبوا الاينوكس، واش اينوكس فري او لا مخلط، باش ما هكا تعرفوها ما تصديش. والماس ديالها ما فيهمش الفيسات، يعني هذه باش زوينه. وسولوا واش في عندهم الماس كيتباعوا، البنات اللي كيسولوني واش كيتباعوا، تاكدوا من مالي المحل واش عندهم الماس الا تهرسوا واش كاينين. وكاين هاد الجليده والغلاقه ديالها عندها الجلده في الجنب. المهم والثمن جاني مقارنه مع لاشواغ جاني مناسب، وفيها حتى هاد العيبات هادو. المهم كلشي صورتو ليكم، كنتمنى تستافدوا من هاد المعلومات. بالنسبه للطباسل اللي قلت لكم ديجا في الاول الفيديو، هادو مشكلات الاخرين، كاينين هاد التشكيلات هادو، وقلت لكم قلت لكم في الالوان ثلاثه، في البرونز، في الارجونتي، في هاد الذهبي هذا. المهم كنتمنى الجوله تعجبكم. هادو 50 درهم، واللي كبر عليهم 45 سنتيم دايرين 70 درهم، والكبار كاع 50 سنتيم دايرين 80 درهم. المهم هاد اللي كتشوفوا لتحت، هاد التحتاني من تحت هاد العيبات هادو ديال المرايا، هذاك كبير بزاف، هذاك داير 80 درهم. صراحه ما سولتش على الاثمنه كلها، ولكن كنتمنى هاد الشيء اللي هنا تكونوا الا محتاجين شي حاجه منها، يعني والناس اللي قراب يمشيو ويزوروا المحل ويشوفوا ويسولوا على الاثمنه. وبالنسبه لهاد الطبيصلات هادو كيجيو غير صغار، يعني ما صغارش بزاف، ولكن زوينين، يعني تحط فيهم حويجات هكا، كتحطيهم مرافقين للفراقه اللي كتكون فيها دوزيطاج او لا 3 او لا 3 ديال الطبقات. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا، باش كتجي هكا الطبله ديال الضياف ديالك متوله ومتناسقه، يعني نفس الشكل نفس اللون، كتحطي فيه بزاف الحويجات. صراحه كيجي منظر ديال الطبله غزال، وانا بالنسبه للذوق ديالي عجبوني الطبيصلات الاولين، عجبوني على هادو، عاطي المنظر، وكل الاذواق تختلف. وسمحوا لي بزاف لانني ما سولتش على الاثمنه كل هذه لهاد المنتوجات، كنتمنى اللي مشى لتما ومحتاج شي حاجه من هذا الشيء يلقى الثمن اللي يناسبه واللي يرضيه. Thank you.
وهنا البنات من بعد ما خرجت من المحل اللي في البرنوسي مشيت مباشرة للمرجان اللي هي الوجهة ديالي الأصلية. في الأصل كنت خارجة باش نمشي للمرجان، المهم الجو ممطر البنات اللهم صيبا نافعا. هنا ما نقدرش نقول لكم بان تمشوا تاخذوا من المرجان لان اثمنه مبالغ فيها بالنسبه للدراوش، من الناس اللي عندها والله يزيدهم يقدروا يشرو بلا ما يفكروا، ولكن حنا راه كنخمموا الف تخميمه وتخميمه. بحال هنا الاثمنه خياليه 7300 درهم بوش، لان هي الماركه اللي كنت مشيت ليها في الاول، و5 لتر 5 لتر البنات ما غدير ليا والو، انا كنعجن بالكثره. وهنا نصحوني بكينود وما لقيتش، هي صراحه زوينه ولكن الثمن غالي، ولقيت فيها غير شي 6 لتر. مولينكس هادو ماركات معروفين ولكن اثمنه مبالغ فيها. هنا 4 لتر البنات، والعجانه ما خصناش نفورسيو عليها، خاصنا نحطوا فيها غير نصف الكميه، يعني غتهز لي كيلو ديال الدقيق ب 1800 درهم. صراحه جاتني لا علاقه، ما غادي تقضي ليا والو، خاصني نعجن ونعجن ونعجن، يلا تبرد ليا القلب، يعني ندير عجنه ورا عجنه ما خداماش ليا. وكاين ود هنا كاين البيض والكري، والسيد نصحني بالكري صراحه، واخا يديروا تخفيض حتى يعيا وتتبقى اثمنه خياليه صراحه. وهنا البنات هذه هي اخر ما كاين في لي ماشين لافي سامسونج، 7 كيلو عفوا، 10 سنين ديال غارونتي. ابار لي زوبسيون اللي فيها في لي توش ديالها، كاينه اوبسيون زايده اللي غادي نشرحها معكم، وبقاو معايا باش تشوفوها. والميزه اللي عجبتني تاني بزاف هاد لا ماشين هادي جديده، هي انهم ضافوا واحد لوبسيون جديده هي الواي فاي. كتيليشارجي واحد لابليكاسيون في التليفون ديالك وكتقدري تحكمي في لا ماشين ديالك فين ما كنتي، واخا تكوني خارجه من دارك تتحكمي فيها كيف ما بغيتي، وهذه ميزه رائعه صراحه عجبتني بزاف. وكاينه هاد سامسونج حتى هي يعني مزيانه، تقدري تضيفي كيف ما قال لنا تضيفي الحوايج في 10 دقائق قبل ما تافيشا فهاد ليكرون، تافيشا لك 10 ديال الدقائق تقدري تضيفي الحوايج، باقي ما وصلش النيفو ديال الماء للنيفو اللي غادي يخليه يخرج، تقدري تضيفي الحوايج الا وصلت 10 ديال الدقائق صافي راه كتسد ما تقدريش تحليها. بالنسبه لهادي اللي قلت لكم يلاه خارجه اللي فيها الواي فاي تقدري تحكمي فيها بلابليكاسيون، فيها هاد التريك هادي فنه، تقدري تضيفي الحوايج في اي وقت بغيتي. و حتى من الداخل ديالها الديزاين ديالها غزال، وديك القضيه ديال انك تضيفي الحوايج صراحه شي حاجه جديده، ضيفيها فوق تما بغيتي. وكاين الاحجام فيها بحال هذه 10 كيلو ونص، الثمن ديالها 7799 درهم، وصراحه بالنسبه اللي عنده الفلوس وعنده الامكانيات الثمن معقول. بالنسبه لي زوبسيون اللي فيها انا جاتني، واخا دائما المرجان تزيد في الاثمنه ولكن ما لقيتهاش في بلايص اخرى، يعني من حقها انها تزيد هنا في الاثمنه. هذه 6099، هذه 8 كيلو، هذه كنظن 8 كيلو ولا والله ما ولا 9 كيلو تنظن، 9 كيلو بالنسبه ل 8 او هذه اللي 9 كيلو عفوا 6999 درهم، الوغ الاخرى 8 كيلو. بالنسبه لهاد الشبيكات هادو لقيتهم دايرين 99 درهم، صراحه زويونين في الكوزينه، انا نوريهم لكم مونطيين. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للجوله ديال المرجان، يعني ما لقيتش شي حاجه اللي تستاهل انني نصورها، واخا كيديروا دي بروموسيون تيبقاو انا بالنسبه لي اثمنه اللي طالعه واثمنه خياليه، نفضل انني نشري من على برا. قلت لك كيف ما قلت لكم باقي ماكينه الصابون نشجعكم عليها بالنسبه اللي عنده الامكانيات، اما شي حاجه اخرى ما عرفت نلقاها بانها زايده شويه في الثمن. وعاوتاني كل واحد كيضرب دويره كيشوف على حسب جيبو على حسب الاثمنه اللي كاينه في ذاك الوقت وصافي. وهذه هي الجوله ديالي اليوم والفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم، وما تخبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.